2000 دينار جزائري غرامة للمواطنين الذين لا يستعملون ممر الراجلين، هو قرار دخل حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 من شهر فيفري المنصرم، قرار خلف جدلا بين المواطنين وبين مرحب ومعارض. نكتشف التفاصيل في سياق تقرير أحمد بوطف. تضمنت الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 22 فيفري دخول إجراء يجبر الراجلين استعمال الممرات المخصصة، والتي نصت بغرامات مالية قدرت ب2000 دينار جزائري للمخالفين، أين تم تصنيف المخالفة في خانة الدرجة الأولى. نزلنا إلى شوارع العاصمة لرصد مدى احترام المواطنين لممرات الراجلين، ولكم التعليق. أنا شفناك قطعت من نابلة ما كانش في باساج كلوتي. مانيش عارف. تبعت الناس. صح. علاش؟ إيه بصح بالي. كلهم على بالي، كنا في لوبيطال وخرجنا. شوف كاين واحد القانون راح يخرج جديد، اللي ما يحترمش باساج كلوتي يخلص 2000 دينار. أسكو أنت راك مستعد؟ 2000؟ 200,000. 200,000؟ قانون زين علاه. احترام القانون، كون جينا نحترموا القانون كرا البلاد احسن من هكذا. مليح خوانا كيما هذايا باش يتقدموا، نتقدموا مشاء انا ثاني منهم. والله غير هايل انا، والله ماذا بك يا واحد يعني. وان شاء الله انت مساعد انك تخلص. نعم، اي حاجه اللي ندير الغلطه نخلص. إلا أن هناك من يشكك في صعوبة تطبيق مثل هكذا قرارات التي تتقاطع وذهنية المواطن الجزائري. Je pense pas يتقبل باسكو ديجا سي با فاسيل المعيشه وكذا، ما يقدرش يخلص 2000 دينار سا ميتونغي. ان شاء الله كنشدو كيف نخلص نخلص شو بليجينا انا القانون. انا في الحاله كيما هذه انا سو افيك لا لوا، صادير كي نطبقوا القانون ميا كونديسيون، كي نطبق القانون بور تو لو مونت، بور تو لو مونت. انا كي نكون بيتون ماذا بيا نجوز، عندي وليدي صغير، بنتي صغيره، مره كبيره. انا الشاب صالح بيعيش في الفوضى، ما يحبش النظام وما يحبش يطبق القانون. حنا الشعب الشوبيو دو مون تاع الفوضى، ادلو قانون اللي روبر كوت لو ميم، هو ضد نفسه، كيف يحبش يتقبل القوانين. ترسانة من القوانين الصارمة لم تنجح في الحد من مجازر الطرقات، والتي حسب الأرقام فإن العامل البشري هو السبب الرئيسي في حوادث المرور.